جامعة خمسة صون رجلك لما تروح لبيت الله، لأن السماء أقرب من تقديم ذبيحة الجهلة، لأنهم ما بيهتموش بعمل الشر. ما تستعجلش بقك وما يسرعش قلبك لنطق كلام قدام الله، لأن الله في السماء وانت على الأرض. فعشان كده يبقى كلامك قليل، لأن الحلم بيجي من كتر الشغل، وكلام الجهل من كتر الكلام. لو ندرت ندر لله فما تتأخرش انك توفي بيه، لأنه ما ينبسطش بالجهل، فوفي باللي ندرته. انك ما تندرش احسن من انك تندر وما توفيش. ما تخليش بقك يخلي جسمك يغلط، وما تقولش قدام المبعوث انه سهل. ليه يغضب الله على كلامك ويبوظ عمل ايديك؟ لان ده من كتر الاحلام والكلام الفاضي وكتر الكلام. ولكن خاف الله لو شفت ظلم الفقير وشد الحق والعدل في البلاد، فما تترعبش من الموضوع، لان فوق العالي عالي بيلاحظ، والاعلى فوقهم. ومنفعة الارض للكل، الملك مخدوم من الغيط. اللي يحب الفضة ما يشبعش من الفضة، واللي يحب الثروة ما يشبعش من دخل. ده كمان على الفاضي. لو زاد الخير كتير كتر اللي بيكلوه، وايه الفايدة لصاحبه غير ان يشوفه بعينيه؟ نوم اللي بيشتغل حلو لو اكل قليل او كتير، والشبع للغني مش مريح له للنوم. في شر مؤلم شفته تحت الشمس، ثروة متصانة لصاحبها لجل ضرره، فضاعت الثروة دي بأمر وحش. بعدين خلف ابن وما فيش في ايده حاجة، زي ما خرج من بطن امه عريان يرجع، رايح زي ما جه، وما ياخدش حاجة من التعب بتاعه فيروح بيها في ايده. وده كمان مصيبة وحشة، في كل حاجة زي ما جه بالشكل ده يروح. فايه الفايدة ليه للي تعب للريح؟ كمان ياكل كل ايامه في الظلمة، ويتغني كتير مع حزن وغيظ. اقول له شفته انا خير اللي هو كويس، ان الانسان ياكل ويشرب ويشوف خير من كل تعب. اللي يتعب فيه تحت الشمس مدة ايام حياته اللي ادهاله الله لانه نصيبه. كمان كل انسان اداله الله غنى ومال وصلته عليه عشان ياكل منه وياخد نصيبه ويفرح بتعبه، فده هو عطية الله، لانه ما يفتكرش ايام حياته كتير، لان الله يلهيه بفرح قلبه.